الله تبارك وتعالى يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أيها الأحبة، هل تعلمون مشكلتنا الرئيسية في العالم الإسلامي اليوم؟ إنها الكذب. مشكلة الكذب أيها الأحبة أصبحت مشكلة يعني مستعصية العلاج. الكل يكذب في البيت، الأب يكذب، الأم تكذب، الزوج يكذب، في العمل تجد الكذب، يعني أصبحت سمة العصر هذا الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم أنبأنا أنه من علامات الساعة ومن أشراط الساعة أن يكثر الكذب صلى الله عليه وسلم. أنا كمؤمن يجب أن أعلم ما هي عواقب هذا الكذب، إلى أين سيؤدي بي هذا الكذب. في الدنيا لا مشكلة، أنت في الدنيا يمكن أن تكذب وتخدع وتفرح بكذبك، ولكن أمام الله أنا فقط أريدك أن تفكر في لحظة لقاء الله عز وجل. وجهك هذا في الدنيا الذي تراه أنت وتعتني به وتحب أن تظهر بأفضل شكل، هذا الوجه سيكون مسودا أمام الله يوم القيامة وأمام العباد أيضا. سيكون وجهك أسود بسبب الكذب، وأسوأ أنواع الكذب هو الكذب على الله تبارك وتعالى. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن. إذا كنت أخي الحبيب، إذا كنت من الصادقين، سوف ترى هذا المشهد يوم القيامة. ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ كأن الله يريد أن يقول لك إن الكذب يساوي التكبر، يقود للتكبر. والإنسان عندما يكذب يكتب عند الله كذابا. أنت إذا كنت موظف في شركة، أنت تخشى على نفسك أن يكتب في سيرتك الذاتية أنك مهمل أو سيء أو تسيء معاملة العملاء أو أنك لا تهتم بعملك أو أنك ضعيف. كيف هذه السيرة الذاتية عند الله التي فيها كل شيء سيكتب فيها كذاب؟ والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. لذلك ويوم القيامة ترى، تخيل كلما أردت أن تكذب رجاء احفظ هذه الآية. هذه الآيات أيها الأحبة ينبغي على كل منا، ينبغي عليه أن يحفظها كما يحفظ اسمه. كلما هممت بالكذب، كلما أردت أن تنطق بكلمة فيها كذب أو خداع على الناس أو على الله سبحانه وتعالى، تذكر هذه الآية. هذه الآية ستمنعك، ستقف حائطا أو جدارا منيعا بينك وبين غضب الله وبينك وبين نار جهنم. ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ طيب ماذا عن الصادقين؟ يعني أنا إذا طبقت هذه الآية وتركت الكذب على الناس وعلى الله، على فكرة أيها الأحبة هناك كثير منا يكذب على الله ولا يشعر. عندما تغش أخاك أو أي إنسان حتى لو كان الذي تتعامل معه ملحدا أو يخالفك في العقيدة أو حتى لو كان يسجد لصنم وتغشه في بيع أو تجارة أو في أي شيء، أنت تكذب على الله. هل تعرف لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أوصاك بالصدق، والنبي قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. تبرأ النبي ممن يغش، فأنت تكذب كلام الله وتكذب كلام النبي وتكذب على هذا الشخص وتغش هذا الشخص، فهذا نوع من الكذب على الله سبحانه وتعالى. ليس الكذب على الله فقط من يدعي أنه جاء بمثل القرآن، أو كل أنواع الكذب بالنتيجة هي كذب على الله، لأنك ستكتب عند الله كذابا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ هل تحب أن تكون إقامتك الدائمة في جهنم والعياذ بالله؟ يعني أحدنا إذا ذهب إلى منطقة صعبة أو ليس فيها كهرباء، ليس فيها ماء، وجلس ليلة يتعب كثيرا، كيف سيكون مثواك؟ المثوى هي الإقامة الدائمة على طول، يعني إلى أبد الآبدين. كيف سيكون وضعك في جهنم؟ بالمقابل إذا طبقت هذه الآية، هل تعلم ما هو مصيرك؟ ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا، بماذا؟ بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الكذب
هو مفتاح الاكتئاب والحزن. الكذب يقودك للتكبر، الكذب يقودك لمعاصي كثيرة جدا. الصدق، إذا طبقت هذه الآية وخفت من الله وتذكرت لقاء الله عز وجل وأنك ستقف بين يدي هذا الخالق العظيم وتريد أن تكون ممن تبيض وجوههم يوم القيامة، إذا أحببت أن يكون وجهك أبيض أمام الله وأمام الخلق في ذلك اليوم العظيم، كن من الصادقين وكن من الفائزين برحمة الله والنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة. يعني الكذب أيها الأحبة، عندما تكذب أنت توقع نفسك في المهالك، ولكن إذا التزمت بالصدق فإن الله سينجيك من مشاكل الدنيا وينجيك من المواقف الصعبة يوم القيامة. وينجي الله الذين اتقوا، وينجي الله ليس فقط يوم القيامة، ينجيك في الدنيا من شر حوادث، من شر ظالم، من شر خسارة معينة، شرور كثيرة ينجيك الله منها سبحانه وتعالى، ينجيك الله منها، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فكأن الله يريد أن يقول لك إذا أردت أن تصرف عنك الحزن والاكتئاب عليك بالصدق، إذا أردت أن ينجيك الله سبحانه وتعالى من المواقف الصعبة والشدائد عليك بالصدق، إذا أردت أن يكون وجهك أبيض في الدنيا والآخرة فعليك بالصدق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصادقين. وأكرر هذه الآية رجاء أن احفظوها أحبتي في الله، لأننا سنلقى الله. هل تحب أن تلقى الله وقلبك صدرك فارغ من كلام الله؟ احفظ قدر المستطاع، لأنك ستلقى هذا الإله الكريم وستكون فائزا برحمته عندما تكون حافظا لكتابه مطبقا تعاليمه عز وجل. ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.